الله يعطيك العافية. الآن بدي أتكلم على آخر موضوع موجود في تشابتر 4، آخر موضوع موجود في تشابتر 4 هو الإنرجي إن إلكتروستاتيك فيلد. إنرجي إن إلكتروستاتيك فيلد. على سبيل المثال الآن أنا عندي هون شحنة قيمتها كيو واحد. حلو؟ جبت الآن هاي الشحنة اللي قيمتها كيو واحد أكيد لها إلكتريك فيلد، صح ولا لا؟ بالراديان. جبت انا شحنه ثانيه كيو 2 قاعد بجر فيها هون نواحي الالكتريك فيلد اللي ناتج عن كيو 1، اللي ناتج عن كيو 1 اكيد راح يكون في ورك، اكيد راح يكون في ورك. الورك هو ترانزليشن للانرجي اللي بتصير بيناتهم، ترانزليشن للانرجي اللي بتصير بيناتهم اكيد راح يكون في ويرك ناتج عن جلب الشحنه كيو 2 نواحي كيو 1. بس كيو 1 شو الترجمه تبعته؟ انه بيطلع منه الكتريك فيلد، الكتريك فيلد ناتج عن كيو 1. هذا امر يعني هيك بسيط يعني قاعد بترجم شوي شو معنى اللي هو دبليو اي اللي هي الويرك. نيجي الان نطبقها هون. الويرك اللي ناتج شوف خلينا نترجمها W21، نترجمها W21، W21 W اللي هي الورك، الورك اللي ناتج عن جلب الشحنة Q2 هي اثنين على جلب الشحنة Q2 نواحي Q1. Q1 بكون منها الكتريك فيلد، ناتج منها الكتريك فيلد، شو بيساوي؟ هي Q2 بحطها مثل ما هي في ايش؟ في Q1 على 4 باي ابسل نوت 4 2 1، Q1 على 4 باي ابسل نوت ار 2 1 اللي هي بسميها V21. V21 شو هي؟ هي الابسوليوت بوتنشال ات ذا بوزيشن اوف Q2 ديو تو Q1. طيب الان Q1 حلو، Q1 بيطلع منه الكتريك فيلد، هاي الكتريك فيلد ناتج عن Q1. وبنعرف احنا انه هون عند المنطقه هاي، عند المنطقه هاي بيكون في ايكو بوتنشال سيرفيس. ايكو بوتنشال سيرفيس هذا عباره عن في 2 1. شو معنى في 2 1؟ هو عباره عن الابسوليوت بوتنشال اللي عند النقطه 2، هيو عند النقطه 2، شايفين عند النقطه 2 اللي ناتج عن 1، هيو ناتج عن 1، فهمت علي كيف؟ اللي ناتج عن 1 اي هذا كيون على 4 باي ابسلون نوت ار 2 1. إذا ابسوليوت بوتنشال عند البوزيشن اوف كيو 2 ديو تو كيو 1، هاي ضروري جدا جدا نعم. لما انا كمان اجيب كيو 1 احطها in the presence of Q2 راح يتولد ايضا ورك. الان انا عكست هون، انا جبت Q2 حطيتها بالالكتريك فيلد اللي ناتج على Q1. الاور هاي بعديها اني جبت كيو 1 حطيتها بالالكتريك فيلد اللي ناتج عن كيو 2. نفس الشيء الورك بيساوي دبليو 1 2 اللي هو بيساوي كيو 1 اللي انا جبتها على ايش؟ كيو في كيو 2 على 4 باي ابسلون نوت ار 2 1، يعني ايش؟ كيو 1 في في 1 2. شو هي في 1 2؟ الابسوليوت بوتنشال ات ذا بوزيشن اوف كيو 1 ديو تو كيو 2، هاي بتساوي دبليو 2 1. راح تلاحظ انت الان اجمعهم مع بعض، اجمع لي بالله، اجمع لي دبليو 1 2 1 ودبليو 2 1، اجمع لي اياها. مش دبليو 2 1 بيساوي كيو 2 في 2 1 ودبليو 2 1 بيساوي كيو 1 في 1 2، اجمعهم مع بعض قسم على، لما تجمعهم مع بعض اكيد هاي دبليو اي وهاي دبليو اي. شو بتساوي دبليو اي زائد دبليو اي؟ شو بتساوي؟ اجمعهم مع بعض بتكون كيو 2 في 2 1 زائد كيو 1 في 1 2 قسم على اثنين بتكون هاي التوتال الكتريك انرجي. طب افرض الان انا عندي شحنه ثالثه بدي اجيبها، شحنه ثالثه بدي اجيبها. نشوف شو بتكون الويك؟ الويك بيكون دبليو 2 1 زائد دبليو 3 1 زائد دبليو 3 2. خليني اترجم لك اياها هون احسن. خليني اترجم لك اياها هون احسن. ونتكلم فيها شوي شوي هون، وين 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 هون. خليني يا سيدي العزيز احط لك هون
شحنة واحد، كيو واحد، شحنة اثنين، شحنة ثلاث. حلو، شحنة ثلاث. شو هي الانرجي اللي ناتجة عن وجود هذول الثلاث شحنات مع بعض في نفس المكان؟ شو هي؟ القانون هو عبارة، خلينا نشتق القانون من هذول الثلاث، من هون. هو عبارة عن الابسوليوت بوتنشال اللي عند النقطة واحد بالكيو واحد. طب شو الابسوليوت بوتنشال اللي عند النقطة كيو واحد في كيو واحد؟ اكيد هو عبارة عن الابسوليوت بوتنشال اللي ناتج عن كيو اثنين زائد الابسوليوت بوتنشال اللي ناتج عن النقطة عن الكيو ثلاثة. طيب في واحد اثنين شو هي؟ في واحد اثنين هي عبارة عن الابسوليوت بوتنشال اللي عند النقطة كيو واحد اللي ناتج عن اثنين. وفي واحد ثلاثة شو هي؟ هي عبارة عن ابسوليوت بوتنشال اللي عند النقطة كيو واحد اللي ناتج عن كيو ثلاثة مضروبة في كيو واحد. طيب نيجي هون، الابسوليوت بوتنشال اللي عند النقطة كيو اثنين اللي ناتج عن كيو واحد شو؟ في اثنين واحد. الابسوليوت بوتنشال اللي عند النقطة كيو اثنين اللي ناتج عن كيو ثلاثة في اثنين ثلاثة في كيو اثنين. نيجي هون، الابسوليوت بوتنشال اللي عند النقطة ثلاثة من واحد في ثلاثة واحد. الابسوليوت بوتنشال اللي عند النقطة ثلاثة من اثنين في ثلاثة اثنين في كيو ثلاثة. وأكيد بعملهن وبقسم على نص مثل ما عملنا هون، تطلع عندك ايش؟ الالكتريك، اللي هو الالكتريك انرجي. هاي بكل بساطة نشوف على القانون بالصفحة الثانية. إذا شو هي في واحد زائد في واحد اثنين زائد في واحد ثلاثة الابسوليوت بوتنشال عند النقطة كيو واحد due to كيو اثنين عند كيو ثلاثة؟ وهكذا راح تلاحظ أنت ان جنرال إنه البوتنشال انرجي اوف ان بوينت، بدنا نعمل سوبر بوزيشن الان لان بوينت سوبر. شوف هاي شو بسميها، هاي شو بسميها، هاي بسميها يا سيدي العزيز في واحد، هاي في اثنين، هاي في ثلاث. طبقهم هون. الابسوليوت انرجي شو بيساوي؟ بوتنشال انرجي، بوتنشال انرجي اوف ان بوينت تشارجز اللي هو الورك ديو تو اسمبل ذا ان تشارجز شو بيساوي؟ نص. بجمع كيو 1 في بي 1 زائد كيو 2 في بي 2 زائد كيو 3 في بي 3 زي ما عملت هون. طيب كيو 1 عارفين الشحنه، طب شو بي 1؟ اللي هي الابسوليوت بوتنشال عند النقطه 2 والنقطه 3 والنقطه 4 والنقطه 5 عند النقطه 1. طب شو بي 2؟ الابسوليوت بوتنشال عند النقطة واحد وثلاثة وأربعة وخمسة، لا عند النقطة اثنين. طب عند وهكذا ابسوليوت بوتنشال at QI due to all other charges due to all other charges. هاي البي اي واحد على أربعة باي إبسيلون نوت المجموع. أكيد عند الفي واحد عند النقطة واحد، بس لاحظ عند مثلا افرض أنا الآن عندي خمس نقاط، خمس نقاط، خمس نقاط، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. شو مثلا في واحد؟ الفي واحد هي اللي ناتجة عن اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة. طب شو اللي في أربعة؟ الفي أربعة الناتجة عن واحد واثنين وثلاثة وخمسة. شو اللي عند اثنين؟ اللي ناتجة عن واحد وثلاثة وأربعة وخمسة. عشان هيك بقول لك جي الجي لا تساوي ار. طيب احنا كم من نوع من انواع التشارجز عندنا؟ عندنا اكثر من نوع صح؟ عندنا فوليوم تشارجنسيتي، عندنا سيرفس تشارجنسيتي، ولاين تشارجنسيتي. كيف بطبق المجموع بصير تكامل؟ طيب افرض الان فور تشارج فور فوليوم تشارجنسيتي ديستريبيوشن النص بنزل نص، هيو بنزل نص، السميشن بصير انتجريشن على فوليوم. لاحظ عندك الان تكامل رو في في الابسوليوت بوتنشال ات ذا بوزيشن اوف رو في. وين ما هو موجود الرو في بطلع الابسوليوت او بطلع البوتنشال وبكامل بالنسبه للدي في برايم. ليش دي في برايم؟ انا السورس. وين بكامل؟ بكامل وين ما هي الرو في موجوده. افرض عندي سيرفيس بكامل الفوليوم هاي وين بتكون؟ وين الفولتج وين البوتنشال وين بكون موجود؟ وين ما في رو اس.
واذا كانت عندي رو ال وين البوتنشال بيكون؟ وين ما في رو ال. نعيد كمان مره، البوتنشال هاي البي بتكون موجوده لما يكون في رو بي، البوتنشال هاي بتكون موجوده بالسؤال اذا كانت في رو اس، البوتنشال بتكون موجوده رو ال. ليش دي برايم؟ برايم برايم لانه السورس، لاني بكامل على السورس، بكامل على السورس، بكامل على السورس. طيب قانون جاوس من جاوس لو الرو في كيف بطلعها؟ بهون اللي هي الدايفيرجنس دي، صح؟ مظبوط؟ هاي بنجيبها الدايفيرجنس دي. طيب الان في اذا هاي اول فورمولا او اول طريقه كيف تطلع اللي هي البوتنشال انرجي. في طريقه ثانيه تطلع البوتنشال انرجي، في طريقه ثانيه مشتقه بالكتاب ناخذها مباشره، اللي هي نص تكامل بالنسبه للفوليوم دي دوت اي. دي دوت اي لاحظ هون ما في عندك سورس، خلص بكامل على الفوليوم مباشره، المنطقه اللي فيها الالكتريك فيلد، واكيد الالكتريك فلكس دنسيتي بكون موجود بنفس الدايركشن تبع الالكتريك فيلد اذا كنا بنتكلم عن فري سبيس. طب دي شو هي دي؟ ما هي ابسلون نوت في اي. طب اي دوت اي شو؟ اي تربيع، وهي ابسلون. اذا هاي الانرجي ستورد ان ذا الكتريك فيلد ان ريجن معينه الفوليوم تبعها في سمول. هذا قانون مهم جدا. الالكتريك فيلد او الانرجي ستورد ان الكتريك فيلد ان ريجن في سمول، هي قانون، هاي قانون ثاني. في تعريف اسمه الكتروستاتيك، لاحظ هاي دبليو اي كابيتال، دبليو اي كابيتال. في عندك تعريف ثاني، في عندك تعريف في عندك تعريف الدبليو اي سمول بسموها، الدبليو اي سمول بسموها الكتروستاتيك انرجي دنسيتي، الكتروستاتيك انرجي دنسيتي اللي هي نص الدي دوت اي. طب النص دي دوت اي بكاملها بالنسبه للفوليوم تطلع ايش؟ الانرجي. طيب عوض نص دي دوت اي حطها هون، بصير عندك تكامل الفوليوم بالنسبه للدي في بيساوي الدبليو اي كابيتال فيها. طب نيجي شوي على الوحده، الاي شو الوحده تبعتها؟ يلا. والدي شو الوحده تبعتها؟ يلا. طب بلاش الاي كابيتال، الدبليو اي شو؟ انرجي، ويرك، جول. طب دنسيتي الدبليو اي سمول اكيد جول لكل متر تكعيب، متر كيوب. نيجي الان على هذا المثال المهم جدا 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 وبيجي مثل بالامتحانات. سفير اوف يونيفورم رو في فاين الكتروستاتيك انرجي دبليو اي. طيب لحالك الان وين بوجد الالكتروستاتيك انرجي؟ بوجدها برا ولا بوجد؟ لاحظ هاي كره مسكره، كره مسكره، بطيخه مسكره فيها، طبعا بطيخه مسكره مشحونه كامله، مسكره مسكره مش قشره، مسكره كلياتها من جوا شحنات موزعه بيونيفورم رو في. اكيد كولوم بير متر كيوب اوجد الالكتروستاتيك انرجي. طب وين بوجد الالكتروستاتيك انرجي؟ بوجدها برا ولا جوا؟ نيجي على القانون، انا بوجد الالكتروستاتيك انرجي وين ما في عندي رو في. طب وين الرو في موجوده؟ جوا الكره ولا برا الكره؟ جوا الكره مش برا الكره، يعني بريجن 2 مش بريجن 1. اذا انا الان بدي اوجد الالكتروستاتيك انرجي جوا الكره. طب علشان اوجد الالكتروستاتيك انرجي والكره، خلينا نشوف الطريقه الاولى. اول شيء طلع لي الالكتريك فيلد جوا والالكتريك فيلد برا. الالكتريك فيلد برا عند ار اكبر من بي، كيف بطلعه؟ مش قانون جاوس؟ شو الجاوسيان سيرفس؟ كره. خلينا نطلع الالكتريك فيلد برا، هاي طلع الالكتريك فيلد برا، مش هذا جاوسيان سيرفس؟ شو نصف قطره؟ ار. والكيو انكلوز تكون هاي كلها. طب جوا هاي طلعها باستخدام قانون جاوس. طيب الالكتريك فيل جوا شو بتكون الجاوسين سيرفس؟ هون جوا، صح؟ لاحظ عندك الالكتريك فيل، لاحظ عندك جوا 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 بتكون ار تكعيب على ار تربيع بالصف ار. استنتجها من قانون جاوس، استنتجها من قانون جاوس. هذا سؤال بيجي بالامتحان على فكره،
طلع لي الكتريك فيلد افري وير، طلع لي الكتريك فيلد افري وير. كيف اطلع الكتريك فيلد افري وير؟ طلع لي اياه جوا وبرا قانون غاوس. راح تلاحظ انت الان انه الالكتريك فيلد هو باتجاه الار هات، وهذا امر طبيعي، هذا امر طبيعي. سواء كانت بوينت شارج نقطه ولا كتله تشارج كتله مشحونه، اكيد باتجاه الار هات. طيب انا الان بدي اوجد، خلينا نشوف الطريقه، انو طريقه بدك؟ هاي بدنا نطلع الالكتروستاتيك، الالكتروستاتيك انرجي، بدنا نطلع الالكتروستاتيك انرجي، بدنا نطلعها باستخدام هذا القانون. نص تكامل رو في بالفي اللي هي البوتنشال ات بوزيشن اوف رو في، وين البوزيشن اوف رو في؟ جوا. كيف بدي اطلع انا الان البوتنشال جوا؟ مين ممكن يقول لي كيف اطلع البوتنشال جوا؟ من تعريف البوتنشال من المحاضرات السابقه، اكيد انا الان بكامل من السالب انفينيتي للبي الالكتريك فيلد انه واحد اللي برا ناقص. لاحظ عندك الان انا عشان اطلع البوتنشال جوا، مراجعة على البوتنشال. افرض انت بدك البوتنشال هون، شو البوتنشال هون بيساوي؟ مش بيساوي التكامل من الانفينيتي الماينس، بيساوي التكامل، شو بيساوي البوتنشال هون؟ شو بيساوي؟ بقول هاي نصف قطرها ار، شو بتكون؟ التكامل من انفينيتي ماينس لحد ار، صح؟ من انفينيتي الى عند ار. شو الالكتريك فيلد اللي هون؟ اي 1 اي اي اروح هذه يا ربي اي 1 اكيد اي 1 ضد دي ال، صح ولا لا؟ طب الدي ال تبعتي شو؟ باتجاه ايش؟ الار هات دي ار، صح؟ طب انا الان بدي الالكتريك فيلد جوا، بدي الالكتريك فيلد جوا، يلا كيف نطلعه؟ التكامل من انفينيتي لعند بي. طب هون هون شو اللي شو اللي تركب فيه؟ انو واحد اي 1 هون اي 2 والتكامل من بي لعند ار. هاي البوتنشال هون، خلص طيب طلعنا هاي. اذا ماينس التكامل من انفينيتي لعند بي اي 1 دوت دي ال اكيد، ناقص التكامل من بي، اي وقفت هون انا من عند بي لعند ار، لانه الالكتريك فيلد هون بيفرق على الالكتريك فيلد هون بيفرق. اي 2 دوت دي ال، يلا عوضني الان، الان معلومات ديف 2 اللي هي كلمه الديف 2 هاي، مع اني بكرهها كلمه ديف 2. معلومات ايش؟ الكالكولس، خلينا نقول لك معلومات الكالكولس، يلا حلوا لي اياها. كيف تنحل؟ هاي البوتنشال، هاي البوتنشال جوا عند ار اقل من بي. طيب عوض لي اياها، كيف بدي اعوض جوا التكامل؟ نص رو في في دي في فتحه، الدي في فتحه على مين؟ على الفوليوم، الفوليوم لمين؟ شو الفوليوم اللي هذا اللي هون؟ شو الفوليوم؟ يلا شو الفوليوم؟ شو الدي في بالسفيريكال؟ بدك تعرفها؟ دي في بالسفيريكال، حلها. طلعت عندك الدبليو في. ضروري جدا تعرف تحل هذا التكامل، واذا ما عرفت تحله عيدت معه، انت حر. نيجي الان على الطريقه الثانيه. هاي الطريقه. نص تكامل في دوت دي دوت اي دي في. هنشوف. نفس الشيء نص ابسيلون نوت، لاحظ عندك التكامل مره من ار ار اكبر من بي، ما هو الالكتريك فيلد برا غير الالكتريك فيلد جوا، صح؟ هون الكتريك فيلد اي 1 هون اي 2، هينا طلعناهن. اي 1 لما تكون ار اكبر من بي لها قيمه، عند ار اقل من بي لها قيمه. حل لي اياها هي. عند ار اكبر من بي الالكتريك في اي 1 شو بتكون؟ اي 1 من وين لوين حدود التكامل؟ اكيد 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 الثيتا والفاي والثيتا سهلات، من 0 ل 2 باي، من 0 لباي، بس الار هون برا شو بتكون؟ من بي لانفينيتي، صح؟ وهون الار يعني لاحظ هون، والار جوا شو بتكون؟ من 0 لبي، هون من 0 لبي، هون اي 1 هون اي 2. عوضها لازم يطلع معك نفس الحل، واذا ما عرفت تحله انت اذا بيكون عندك مشكله. ضروري جدا تفهم هذا السؤال، ضروري جدا تعرف تحل هذا السؤال، وبنصحك انك انت الان تيجي على الكتاب. خليني افتح الكتاب شوي.
هذا الكتاب أنا قاعد بفتحه الآن. هذا الكتاب الكتاب مهم جدا جدا، وأنت حر أنك تحل فيه، يعني هذا أمر بيرجع إليك. هاي بدي يكون، هاي بدي يكون شرحنا هاي الانرجي، هاي معطيك العلاقات النهائيه. حل هذا السؤال تشوف. هذا الان البوينت شارج، البوينت شارج سهل. البوينت شارج شيء سهل صح؟ ايوه هون بتبلش الشغل. لما يكون عندك شارج ديستريبيوشن هذا سهل عندك الحل. تعال الان بس لاحظ هون مطلوب منك في التشابتر، تعال الان على الاسئله بلش حلهم. شوف اختار اي سؤال بدك اياه انا بحل لك اياه. هاي انرجي تنزل. هذا ايش بحكي لك عن الدايبول مثلا؟ هاي عندك اسئله، عندك 69 سؤال بتقدر. طيب ديتيرمن ذا اماونت نيدد، بلاش مثلا هذا فايند ذا انرجي ستورد ان هيمسفيريكال ريجنز، معطيك الريجن كيف شكلها. طيب شو بده هذا السؤال؟ اي حدود التكامل سهله، هي هيمسفيريكال ريجن. اقول لك انسى كلمه هيمسفيريكال، ار اقل من اثنين، عندك الثيتا وعندك الفار، هاي قيمهم. يلا حل لي اياها، هاي الاي، يلا طلع لي الانير. حلتها شوف، لازم تعرف تحل هاي الامور، لازم تعرف تحلها. الله يعطيكم العافيه.